المجرم اللي هو كان عنده سوابق عدلية سابقة، وفي نفس الوقت يعني دوز بزاف ديال حالات العود، وفي نفس الوقت ما تردعش. يعني واش الإشكال في هذا المجرم اللي تمرد حتى على المؤسسة السجنية وعلى قوانين الدولة، ونفس السجان ما قدرش انه يفرض عليه ويجمع له يعني يدير له واحد الجر اللي يخليه ما يرتكبش بحال هاد بحال هاد الفضاعات؟ هذا اليوم حالا هي نموذج يعني يدمي القلب، لا ندافع عن حنان من منطلق يعني النسويه والدفاع عن 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 النساء في المجتمعات العربيه، ولكن تنقولوا بان الاغتصاب وصل الشيوخ، وصل الاطفال الصغار، وليدات ولا اولاد وبنات، ولينا حنا كان الشارع ولا تيخلعنا. علاش؟ لاننا كنشوفوا باننا ممكن اي شخص يكون في المحل ديال هذيك الانسانه ما ارتكبتش واحد الحاجه اللي تستحق عليها انها تحرم من حقها في الحياه، وكنطالبوا بتفعيل عقوبه الاعدام. علاش عقوبه الاعدام؟ حنا من 1998 توقف التفعيل ديالها من اخر اللي هي اللي كانت ديال الكوميسير ثابت على ما اعتقد، وكنتمنوا ان بحال هاد المجرمين يتعرضوا لاقصى العقوبات، ولو يكون منها الاقصاء والاوسل بالحياه، باش تنتهي بحال هاد البشاعه وما نبقاوش نشوفوها في مجتمعنا، لان ولينا كنخافوا على راسنا وعلى ولادنا. السلام عليكم، حسن الجهري، مواطن صغيري. شكرا على الاستضافه، شكرا على هذه الفرصه هذه اللي تحدي باش اني ندير الراي ديالي في الموضوع ديال فاجعه اولا حادث الاغتصاب ديال الشابه الله يرحمها حالا. المهم باعتباري كمواطن صغيري مغربي مسلم ودين، واستنكر لهذا العمل الشنيع، لانه لا يمد لا للاعراف ولا للدين ولا يعني الاخلاق ديالنا بصفه. يعني ومن هذا المنبر ديالكم كنطالب يعني يعني الجهات الوصية العدل ان تشدد واحد شويه في الاحكام ضد بحال هاد الناس هادو، لانه كيعتبروا القنابل موجوده في المجتمعات ديالنا اللي كتكرفصنا وكتكرفص وليداتنا وكتكرفص ولادنا. يعني ملي كنجي كنتلاقاو بناس دري صغير كيتغتصب وكيترمى في هاد المنطقه هنا، وكنرجع عاوتاني كنسمع بان واحد السيده اللي تعرضت لاب بشع يعني من سموه طرق التعذيب بواحد الشكل همجي بواحد الشكل سادي، يعني حشومه وعيب ان هذا الانسان هذا الحكم اللي يعني اللي خصو يتسقط عليه هو الاقصاء، وانه ما بقاش يتمتع بالرجوله ديالو يعني باش ما بقاش يفكر بسميتو. اشرف البيض، نائب رئيس جمعيه موكاجون بالصويره. اليوم اللي نظمت هذه الوقفه هذه باش نبينوا بان احنا الشباب ضدنا في جميع انواعه، اذا كان القضيه ديال الرضا، اليوم كنشوفوا قضيه ضد المراه ديال الاخت حنان اللي كاملين كشباب كنتضامنوا معها، وكنديروا بحال هذه الوقفه باش نبينوا بان احنا غير راضيين على الافات اللي كتمس المجتمع ديالنا. يعني خصنا ولو ابسط شيء نبينوا عالم الرضا ديالنا، اننا ما غير راضيين عن الواقع المعاش حاليا، وغنحاولوا نحسسوا الناس ونديروا دوزيمون من بعد غندخلوا في زونتيكتيف ديالنا باش نحاولوا نعاونوا الناس، ونبينوا بان خصنا كاملين نتعاونوا باش يكون عندنا مجتمع افضل. السلام عليكم، خديجة البدر من الصويرة، رئيسة جمعية فرع جمعية حقوقية المسمات بالهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام. وحنا اليوم غنتكلم معكم في إطار حماية المواطنة، لأن العنف ضد المرأة هو مس بمواطنتها والمس بسلامتها الجسدية والمس بحق في الحياة. وحنا اليوم كنشوفوا هذه الظاهرة تشهرت وتعرفت وصبحت يوميا ولا كل ساعه كنسمعوا بحال هذه الحاله. انا كنظن ان ماشي الظاهره هي والده اليوم، او انها حنا دابا غير حنت صبحات واحد الوسائل تاع التواصل اللي صبحت كتشهر هذه الحالات. واكثر من هذا راه كاينين حالات اللي ما تتعرفش، حالات كتسكت عليها الفتاه ولا البنت ولا المراه خوفا من العار، وكتسكت عليها الاسره. وراه حنا لو وضعنا في المستشفيات اللي كيجيو فيهم هاد الحالات ديال البنات، وكتجي الاسره كتبرر طاحت على عصا طاحت على عود هذا، وهي في حاله اغتصاب وعنف وهما طفلات، احيانا راه حنا غنلقاو واحد العدد كبير. راه المساله هذه تشهرت بوسائل التواصل ولا بوسائل اللي صبحت اليوم، ولكن حالات اخرى مكتومه ومسكوت عنها قصدا من طرف الاسره ومن طرف الضحيه في حد ذاتها.
السلام عليكم. في الصراحه هذه كارثه عظمى كتجسد جميع من الاختلالات وظاهره ولات مشروع بها هو الامن. كان في بلادنا كنا ولادنا كانوا يقدروا يلعبوا برا، بناتنا كانوا هذا، ولكن دابا صافي. صراحه هذا الفيديو اللي شفنا مؤخرا هي لنا انه المغرب تراجع خطوات للوراء في مجال الامن واحترام الذات واحترام المراه اللي هي ام، اللي هي اخت، اللي هي طفله. الاطفال لابيدوفيلي، بزاف ديال الاضطرابات سوسيو اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه اللي كتعكس مجموعه من التدهورات السوسيو اقتصاديه الاجتماعيه، مجموعه من التدهورات الاجتماعيه. غادي واش هذا هو الامن اللي غادي نحسوا به في بلادنا باش غادي نجيو؟ وفين هو الامن؟ فين هو الامن؟ واش الامن كنلقاو غير في لي ستوب وفي لي فوغوج؟ واش الامن ما يدخلش للديور ما يتبعش لينا المجرمين فين كاينين؟ ما يمشيش ما يشوفش اشنو كيوقع عندهم؟ على ما فهمتش هذا الفيديو. البنت كانت خفات وتقلات العصا، واش حتى واحد ما سمع شي حاجه؟ حتى واحد ما عيط للبوليس؟ حتى واحد ما عيط؟ كيفاش؟ واش حنا مجتمع ولا في غابه؟ راه ما يمكنش هادشي، راه ما يمكنش. خاصنا نلقاو حل.